القوات المشتركة تدك مرابض مدفعية حوثية بدرهمي، والميليشيات تواصل قصف المدنيين في حيس. العميد الرعي يؤكد أن اتفاق ستوكهولم طعنة للمقاومة الوطنية، استغلته الميليشيات لترتيب صفوفها وارتكاب الجرائم. تواصل الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في الساحل الغربي. نشرة الثالثة والنصف بتوقيت صنعاء، أقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة من قناة اليمن اليوم. أهلا بكم. تمكنت القوات المشتركة من تحقيق إصابات مباشرة في ثلاثة مرابط مدفعية جنوب الدرهمي بمحافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في ثلاثة مرابط مدفعية استخدمتها الميليشيات الحوثية في استهداف قرى ومزارع المواطنين في منطقة دخنان جنوب الدرهمي. كما تم التصدي لمحاولة الميليشيات الحوثية تحقيق اختراق صوب مركز مديرية الدرهمي. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت قرى آهلة بالسكان في منطقة دخنان جنوب مدينة الدرهمي بقذائف المدفعية رغم بعدها عن أي هدف عسكري. في السياق، جددت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية إن الأحياء السكنية الآهلة بالسكان تعرضت لقصف مدفعي بقذائف الهاون من عناصر الميليشيات. وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي تبعه استهداف بالأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي، وتسبب بنشر الخوف والهلع في صفوف المدنيين في المدينة، تسبب أيضا بتعطيل أعمالهم وإعاقة تنقلهم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء من اللواء 12 عمالقة النقيب ثائر غالب. سيدة النقيب، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بك. كما نتابع بأن الميليشيات ما زالت تستهدف القرى الأهلة بالسكان، تستهدف الأسواق، تقوم بتعطيل الحياة في المناطق المحررة، أطلعنا على آخر المستجدات بشأن هذه الخروقات. أولا نحييكم وقناة اليمن اليوم، أعبركم إلى كل المشاهدين الكرام في مختلف رياض اليمن. بالنسبة للخروقات الميليشيات الحوثية هي جاءت متواصلة منذ لحظات انطلاقة هذه الهدنة العقيمة. تواصل في مدينة التحيتة مثلا في حفر الخنازق وبالقرب من في الجهة الشمالية من مصنع الثلج. قبل يومين كان سقوط هناك مقذوف بالقرب من المستشفى الميداني، يعني شبعت على المستشفى الميداني 100 متر فقط، وكان سقط على منزل احد المواطنين يسمى خالد عفيف، الا ان كانت الاسره لم تتواجد في المنزل. وكذلك المقذوف الاخر سقط بجانب عرس، يعني منزل تقام فيه زفاف، ولكن استمرت يعني 150 متر، يعني مواصله استهداف مزارع المواطنين واستحداث مواقع جديده في الجهه الغربيه والشماليه لمدينه التحيتة. وكذلك في حيس، يعني هناك يعني قبل يومين من الان كان هناك يعني اطلاق
لاعف الحاون والاسلحه على مطار الشاشه والعيال 23 و37 على المواطنين على مشهد تحيه الاهالي بالسكان. نعم. لم يدعوا بذلك حرمه المواطنين ولا حرمه عن الانسان ولا حرمه الروح. نعم سياده النقيب، يعني وعطل الناس عن اعمالهم في مدينه حيس. نعم يعني ايضا مدينه حيس على وجه التحديد يعني تشهد كل يوم قذائف حوثية، كل يوم استهداف للأسواق وللمدنيين، وأيضا هناك أهداف ليست عسكرية وبعيدة عن المناطق العسكرية. ما هي الرسائل التي تريد إيصالها هذه الميليشيات، وأيضا كيف تقومون بالتعامل مع مصادر النيران؟ الرسائل التي تريد ايصال هذه الميليشيات هي ان عندما تستهدف المواطنين هي تريد الضغط على المواطنين، تريد يعني احداث الكثير من الضحايا، هؤلاء لا يضعوا حرمه البشر، لا يضعوا حرمه الناس. عندما يا اخي انت تشوف حي اهل بالسكان يمتلئ بالمواطنين ويزدحم بالماره ويعني وترمي بقذائف لهم، ماذا يعني هذا؟ هذا هو انعدام الضمير وانعدام يعني كل قواعد الحرب. نحن نقوم بالتعامل مع مصادر هذه النيران، قوات المشتركه تقوم بالردع على مصادر النيران، ويعني مما يؤدي الى يعني سكته في النيران التي تاتينا وتاتي المواطنين. كل هذا لا ياتي الا نحن عليه نتالم وندافع عن هذا المواطن المسكين البريء الذي نعم يصحو مبكرا ليقتات، قال يبحث عن قوت يومه ثم ياتي يستهدفني في مقر عمله. ماذا نسمي هذا؟ نعم اذا اشكرك جزيلا الشكر. في الدرهمية يا اخي الكريم كانت في امس تفضل تفضل سيد. شكرا جزيلا لكم. اذا اشكرك جزيلا شكرا لكم. قبل امس كان هناك يعني محاوله لاختراق الصفوف الاماميه، كان محاوله لاختراق الصفوف الاماميه للقوات المشتركه الا انها تصدت لها القوات المشتركه واجبرتهم على الانسحاب وحكبتهم خسائر فادحه في الارواح والمعدات. نعم شكرا جزيلا لك النقيب ثائر غالب على كل هذه الايضاحات. أكد العميد عبد الله الراعي قائد لواء المدفعية في المقاومة الوطنية أن قرار الانضمام إلى المقاومة هدفه استعادة الوطن من قبضة الميليشيات الحوثية التي عاثت في البلاد الفساد وعطلت عمل مؤسسات الدولة. جماعة اسمها جماعة كاملة، وأعتقد أنه أغلب ضباط المقاومة الوطنية جماعة كاملة، أنه إحنا نزلنا هنا من أجل رسالة، ورسالة هي استعادة الوطن وإعادة الجمهورية اليمنية. ما تعنيها الكلمة، مش جمهورية يفعل لي علم زي ما بيعمل الآن، علم جمهوري وهو جالس يعبيهم بحد التعبية الغير وطنية، التعبية الحزبية، التعبية اللطام الوجيه، تعبية الصرخات. احنا ما نعيش هذا، احنا تعبيتنا هي الله الوطن الثورة تحية الجمهورية اليمنية. هذه اللي تعلمتها من عام 80 لحد الآن ما معمل، يعني السلام الوطني تحية الجمهورية اليمنية نديها وانتهاء قرح جدا من التشيء، ما فيش معنى غير هذا اللي تعلمنا عليها وعشنا عليها وان شاء الله انه المقاومه الوطنيه تظل هذا الشيء. وأشار إلى أن محاولات شق جيش الوطن بدأت منذ العام 2011 حينما بدأ البعض يروج على أن الجيش اليمني فئات وتتبع أشخاص مطالبين في الوقت ذاته بضرورة الهيكلة التي قضت على الجيش، مؤكدا على ضرورة أن يتشبع الجيش بالوطنية. حاولوا يشقوا الجيش اليمني من 2011، نتكلم يعني عندما يقول لك سمعوا بدأوا يخلوا الجيش فئات، عائلي منافقي صلاحي كذا، كل واحد كان يدي له مثلا مسمى، يعني حتى الامن حتى الكذا، فبداوا يدوا مسميات فينا تفرق. لكن للامانه يعني هذا هم عينوه كما فيما بعد، لانه اي بلد حيدمر حقها الجيش تدخل في هذه الاشياء وما يتركوش الجيش جيش الوطن وتدخل فيها سياسه حيكون دمر على الكل. ما يستطيعوش يعيدوا بناء جيش، حيكون بناء حزبي طائفي مذهبي مناطقي زي ما بيعانوا في الان في بعض الجبهات. فهذا هم طعنوا الجيش طعنه كبيره، والان بيطعنوا الجيش بسلاح اخر هم ادوا من عندهم من عناصر حقهم. مش فاهمين ما معنى الجيش، ما معنى القتال، ما معنى العسكر، ما معنى يعني ما هوش متشبع بالوطنيه. وأشار إلى أن إيقاف الخدمة الإلزامية ساهمت في غياب ثقافة الولاء الوطني لدى الشباب بعد أن استغلتهم جماعة الأخوان وظهرت نتائج غياب الولاء الوطني في العام 2011، ولا نزال نلمس نتائجها التدميرية حتى اليوم.
أول من طعنوا في الجيش هم اللي يلغوا خدمة الدفاع الوطني، لأنه كانت خدمة الدفاع الوطني كانت تعلم الناس كلهم على حاجة اسمها جيش، يعني خدمة إجبارية، كان يعرف ما معنى الجندية، ما معنى يخدم، ما معنى إيش بيلقى داخل المعسكر، يدي حقها سنة ويخرج، وتلقاه مع الباب الوطنية صح، لأنه تعبى سنة، ثلثناها دخلهم الوطن اليوم، حطوهم تعبية عكسية. وهذا جنينة مرها في من بعدها بعشر سنوات تقريبا أو في هذا الحدود من عام 90 لعام 2000، يعني احنا في نهاية 94 آخر دفعة دخلت النتيجة الإجبارية. ولقيناها في عام 2000 أن جروا الشباب حق التنمية حق الكذا ووجههم عندهم توجيه مع السنة الفاضلة ما بين الجامعة والثانوية عبى عنده تعبية حزبية وأصبحوا طعنوا الجيش بهذا. إضافة إلى أنه ما يحصل الآن بالنسبة للقادة، القادة معينوا قادة مش متأهل للقادة ولا هم أساسا قادة، بدل ما ينظر للجندي والميدان أصبح ينظر للمبنى، وأصبح ينظر لكم عيقوا على أكل وكم اللجان وكم الصرفيات وكم الربح والخسارة. وأشار العميد الراعي إلى أن اتفاق ستوكهولم مثل طعنة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، حيث تستغلها ميليشيات الحوثي لإعادة ترتيب صفوفها وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، فيما الشرعية لا تزال متمسكة بهذا الاتفاق الذي ولد ميتا. وطعناه من يدعي انه هو شرعي وانه يدافع عن اليمن. ليش؟ ما هو سبب؟ لانه يسري. هل دائما انه ما يطلب الصلح الا من هو حاسي بالنقص في المعركة او عنده الضعف فيها الهزيمة، يعني الهزيمة تخليني طالب الصلح عندما غلب أخذهم. لكن احنا منتصرين، ما كانش يجب انه يمد يده. اختلاف القرار السياسي والقرار العسكري هو اللي دخلنا في هذا الشيء. لانه لو كان القرار السياسي والقرار العسكري في خط واتجاه واحد كان قاعد المقاومه مش في مكمل منه. لكن منع يقنع الخط الاتجاه السياسي بحيث انه يوافق على ما انا ما اتخذش قرار بايقاف اطلاق النار الا على موقف طلع لي من قيادتي من الميدان انه انا منها ما استطيع اقاتل. زي ما في الحرب العالميه الثانيه الاولى غيرها ما استسلمت اليابان، ما استسلمت المانيا الا بعد ما شافوا انه منهارين، ما عاد معهم جيش. احنا جينا نسلم ونستسلم ونقول موافقين على شروط واحنا منتصرين في الارض والنصر لنا. يعني انا مفروض ما اوقف الا بشروطك بعد. انا المسيطر، انا الذي لي النصر. لكن للاسف هم كانت طعنه سياسيه وطعنه حزبيه وطعنه طعنت احزاب او طعنت احزاب، يعني حزبيين، ما الشعب اليمني ما بش بيننا كلنا اخوه، لكن المناطرين الحزبيين هم اللي طعنوا الطعنه هذه، وهذا الطعنه موجهه لنا سياسيا وحزبيا. واشار الى ان الدماء الجديده مستمره في الجبهات على امتداد الساحل الغربي، مؤكدا اصرار الجميع وتشوقهم لاستكمال التحرير وانهاء اتفاق السويد الذي لم يقدم في العمليه السياسيه شيء، وانما مثل غطاء للميليشيات لممارسة بطشها وتنكيلها بالمواطنين. لا زالت القوة ممتازة في الميدان ومريعين لحد إن شاء الله ينقضوا الاتفاق حق السوي. ما أضمن ضمانة إن الناس كلهم مندفعين اندفاع كامل وبقناعة. يحيا من حي ويموت من موت. يستشهد من مستشهد وعن خير. أرجو سواء من السياسيين إنه يبعدوا المعركة عن الحسابات الحزبية والسياسية ويخلوا المعركة السياسية جانبا، يتضاربوا على مصالحهم على كراسيهم على مناصبهم، لكن المعركة يتركوها هي معركة الوطن، يقاتل بها دي في مارب أو دي في صعبة أو دي في إب أو دي في البيضاء أو دي في الساحل أو دي في ميدي أو دي في أي مكان، يتركوهم يقاتلوا ويكونوا فريق واحد ويتركوا العنصرية والمناطق ما بين الواحد والثالث. احنا مستعدين نقاتل في أي مكان بيقاتل. هذا وسيتم بث مقابلة العميد عبد الله الراعي في تمام الساعة 7 بتوقيت صنعاء. دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والضغط على الميليشيات الحوثية من أجل إنهاء معاناة اليمنيين والوصول لسلام عادل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة G7. وشدد السعدي على أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط الفاعل والحاسم على الميليشيات ورعاتهم في طهران وإجبارهم على التوقف
في الإغالة عن في إراقة الدماء والتدمير وإتاحة المجال للوصول للمساعدات الإنسانية لكل اليمنيين، مضيفا أن ما تفعله ميليشيات الحوثي وبدعم إيراني غير محدود يعطي صورة واضحة ومؤشرا حقيقي عن نواياها الرافضة للسلام. تعيين الحوثي شقيقه لوزارة التربية والتعليم لكي يغطي على فظائع وجرائم تجري في أروقة العملية التعليمية. أيضا قامت الميليشيات الحوثية باستبدال المدرسين بما يسمونهم بالمتطوعين، رغم أنهم مشرفون ثقافيون ومسؤولو تحشيد وتجنيد، لتتحول المدارس إلى غرف عمليات تستهدف هذه الشريحة. يعلم تجار البشر ورعاة الحروب جيدا أن الفئة العمرية بين 14 و23 خير شريحة عمرية للقتال والتقدم والأسهل في غسل الأدمغة وكذا تبني الأيديولوجيات بعنفوان. لذا ركز الحوثي على هذه الفئة بتوجهه إلى المدارس والحرص الدائم على ضبط المنشآت التعليمية بما يتوافق مع هوى وبما يخدم حروبه الدائرة في محيط مناطق سيطرته. يبدو حرص الحوثي على استخدام المدارس كمعسكرات تجنيد من خلال تعيين شقيقه يحيى بدر الدين الحوثي على رأس هذه الوزارة، والذي حافظ بدوره على تحويل الوزارات والمنشآت التعليمية إلى معسكرات تجنيد واسعة وبسهولة. تم إحلال مشرفين ثقافيين كبديل عن المدرسين الذين يفصلون لأسباب المطالبة بالرواتب تارة والانتماء لتنظيمات سياسية تارة أخرى. ولأن التمادي زاد عن حده، ورقة التعليم في مناطق سيطرة الحوثي هذه المرة على الطاولة الدولية لحقوق الإنسان، فقد كشف فريق خبراء دوليين أن ميليشيات الحوثي عسكرت المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها وتحريضهم على الالتحاق بالجبهات. التقرير كشف بأن 35 مدرسة في المحافظات الخاضعة للحوثي في صعدة وصنعاء وتعز وذمار وعمران وريمة وحجة وإب عملت كمراكز تجنيد أساسية، وتم التجنيد من خلالها لمئات الفتيات والفتيان. التقرير أشار كذلك إلى أن الحوثي يملك 429 لجنة خاصة بالمدارس تبعيتها للجنة التعبئة والحشد الحوثية تستهدف المدارس على مستوى المحافظات. وبحسب وثائق رسمية حصل عليها فريق الخبراء بحلول عام 2020، أفاد بأن حجم التغييرات في التوظيف التعليمي في مديرية بأحد المحافظات تم استبدال ما يقارب 20% من جميع المعلمين بمتطوعين حوثيين. وأشار التقرير إلى أن توقف الرواتب لعدد 108,000 مدرس منذ نهاية 2016 في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تسبب بدفع المعلمين المؤهلين إلى ترك المدارس بحثا عن دخل آخر. ولفت التقرير إلى أن المدرسين الذين عارضوا عسكرة المدارس وتحريض الطلاب على العنف تعرضوا للتهديد والفصل التعسفي والعقوبات المالية والإدارية والإكراه على النزوح. كما أكد التقرير أن مصادرا ووثائق سرية تحققت من آلية الرصد والتقييم، وتم توثيق 222 حالة استخدام عسكري للمدارس من الحوثيين، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصا للتجنيد والدعاية، بالإضافة إلى التدريب على منهجيات القتال وتجميع وتفكيك الأسلحة. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن ميليشيات الحوثي فصلت معظم الكوادر غير المنتمية لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقامت باستبدالهم بآخرين ينتمون لسلالتها. ونقلت المصادر عن مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية بصنعاء قولها إن عدد الموظفين الحكوميين الذين قامت بتصريحهم الجماعة من وظائفهم وصل حتى يونيو الماضي إلى أكثر من 98,000 موظف. وأشارت المصادر إلى أن عملية الإقصاء الحوثية استهدفت بالدرجة الأساسية فئات الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم ومديري عموم المديريات والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز والإدارات وأيضا الدوائر الحكومية المدنية منها والأمنية والعسكرية. تلي ذلك مباشرة شريحة الموظفين العاديين الذين اتخذت الجماعة بحقهم قرارات إقصاء جماعية طيلة السنوات الستة الماضية وصلت إلى 25,000 موظف باعترافها مطلع العام 2018. تتواصل الاحتفالات في الساحل الغربي بأعياد الثورة اليمنية، حيث نظم المؤتمر الشعبي العام والسلطة المحلية والقوى الوطنية بمديرية التحيتة حفلا جماهيريا بالعيد 58 لثورة 26 سبتمبر،
والعيد 57 لثورة 14 من أكتوبر المجيدتين. تحدوا أزير الرصاص وقذائف المدفعية الحوثية باحتفال جماهيري نظمه فرسان المؤتمر الشعبي العام في مديرية التحيتة بمناسبة العيد 58 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وفي الحفل الذي بدأ بالسلام الجمهوري وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة والجمهورية وفي مقدمتهم الزعيم الخالد علي عبد الله صالح وعارف عوض الزوكا، ألقى رئيس فرع المؤتمر كلمة الرحب في مستهلها بالجماهير المحتشدة التي جاءت من مختلف مناطق مديرية التحيتة لإحياء هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل يمني. المعوضات ورغم التحديات ورغم المثبطات ورغم الأشياء الأمنية ومع ذلك جاء هذا الحشد الكبير، على ما يدل؟ يدل على حبكم وتعلقكم بالثورة والجمهورية والوحدة والحرية والشرف والكرامة. أهمية ثورة 26 سبتمبر وما تمثله للشعب اليمني من علامة فارقة في تاريخ لجيل الحاضر والمستقبل، وما تواجهه اليوم يعد استثناء سيتجاوزه شعبنا، ودور المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية في الدفاع عن قيم الجمهورية ومكتسباتها، بث الأمن والأمان والمرابطين في الثقول لمواجهة سلولات ميليشيات الكهنوت الحوثية التي يواصلون استهداف المدنيين في المدينة وعلى مستوى المديريات المحررة. عصية في عروقنا، عصية أهل الطمس أو النسيان، وإن لم تزدان بها المدن كما عهدناها في عهد زعيم الشهداء علي عبد الله صالح فإنها مزدانة في أرواحنا، ينبض مع كل نبضة قلب يمني أو يمنية، صغير كان أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، تهانينا للجميع بهذه المناسبة الوطنية العظيمة. من جانبه استعرض مدير عام مديرية التحيتة نضال الشعب اليمني من أجل الحرية والعدالة والمساواة والتضحيات العظيمة التي قدمها طوال عقود من الزمن، مشيرا إلى أهمية ثورة 26 سبتمبر والأحداث التي مرت بها والتفاف الشعب دفاعا عنها في أشد المراحل، تأكيد على استحالة التفريط بها. ثم قوى ظلامية تهوى التبعية وتكره الشعب انقلبت على كل بني في هذا الوطن وارجعت الوطن الى مئات السنين للاميه للجهل للفقر لتقسيم المجتمع، ولكن نسوا بان هناك ثمارا للسبتمبريه تواصل القوى في الساحه الغربيه. هذه الثمار هي الألوية المرابطة والقوى الوطنية والمشتركة وقائد الفرد. وفي الاحتفال جدد الحاضرون العهد لأبناء شعبنا السير على درب الثورة السبتمبرية، كما رددوا الهتافات الحماسية فيما صدح الفنان بدر أهيب بالعديد من الأناشيد الثورية للفنان أيوب طارش. وتخلل الحفل عدد من القصائد الوطنية ألهبت حماس الجماهير وأشادت بالأبطال الذين يتصدون ببسالة لميليشيات الكهنوت. تتابعونا بعد الفاصل. النازحون في بيحان ظروف إنسانية صعبة يقابله تجاهل من الحكومة ومنظمات الإغاثة. باسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962. ثورة 26 سبتمبر ما عرفنا قيمتها إلا الآن، احنا جيل الثورة ما فهمنا اللي قاموا الثوار. ثورة 26 سبتمبر
إلا من ظلم واضطهاد الحميد الدين. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم رصد 16 إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في محافظة صعدة. وقال باعوم إن وزارته رصدت 16 حالة لشلل الأطفال مؤكدة في محافظة صعدة بسبب عدم سماح ميليشيات الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية للوزارة تنفيذ حملات التحصين للأطفال في المحافظة الواقعة تحت سيطرتهم. وتوقع وزير الصحة أن تكون الإصابة بالفيروس قد انتقلت إلى محافظات مجاورة خاصة عمران وحجة والمحويت. تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن الطاهر مديرية حيس وعقد اجتماعا بالمكتب التنفيذي. وأكد المحافظ على ضرورة بذل جهد مضاعف للتخفيف من معاناة المواطنين كون المديرية تتعرض للعدوان الحوثي كل يوم في ظل صمت أممي ودولي. وعقب الاجتماع زار المحافظ مستشفى حيس الريفي الذي تعرض للقصف الحوثي ويتم ترميمه من قبل السلطات المحلية بالمحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعنا اليوم مع المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية حيس الباسلة حيس الصابرة، واستمعنا إلى هموم مدراء العموم وأعضاء المجلس المحلي. إن شاء الله تعالى سيكون الأيام القادمة أيام طيبة لحيس، وسيتم التركيز على التنمية وعلى إبراز الفارق ما بين قبل التحرير وبعد التحرير. لابد أن تحظى حيس بالكثير من الاهتمام من الدولة، ولابد أن تستعيد حيس مكانتها، حيس التي هي أساسا هي أيقونة تهامة، حيس فيها الكثير من الآثار التاريخية، وفيها وحيس تحوي كثير من المؤهلات العالية جدا، من اعلى المؤهلات موجود هنا في حيس. سيكون لها ان شاء الله سيكون لهم ايضا مكانه في الهيكل الاداري للمحافظه. عشرات الاسر التي نزحت تعيش في بيوت مصنوعه من القش في بيحان محافظه شبوه، والتي لا تقيهم من حراره الصيف ولا من برد الشتاء، وتواجه التهميش والحرمان من المساعدات الانسانيه. يكابدون ظروفا إنسانية مريرة تغيب عنها أبسط أساسيات الحياة كالغذاء والمأوى والخدمات الأخرى. هذا هو حال معظم النازحين في مديرية بيحان بمحافظة شبوه. عشرات الأسر نزحت من محافظة الحديدة وتعيش داخل هذا البيوت المصنوعة من القش التي لا تقي من حرارة الصيف ولا من برد الشتاء. احنا في هذه الحارة أكثر من 90 أسرة، وكل يوم هو يستعد العدد، ووصلوا أكثرهم ذا الحين ما بالله يصلحوا لهم خيم من هذا القش، ولا نحصل على أي مساعدة من أي منظمة. جينا بسبب الحالة المعيشية والفقر والحوثي والنزوح الحروب، وإني ساكن ببيت خرابة ما معي إلا غرفة، ومدافع إيجار بالشهر 25,000، وماء وكهرب كل شيء علي، وأنا ما معي إلا عمل يدي، وعندي جاهل تعبان معي مرض خطير وعلى الله. مئات العائلات النازحة إلى بيحان القادمة من محافظات يمنية مختلفة وجدت من المنازل الطينية المهجورة والمتهالكة خيارا وحيدا لإيواء أفرادها، رغم المخاطر التي تحيق بحياتهم إذا ما تعرضت للسقوط على رؤوسهم في أي لحظة. ولا تقتصر المعاناة عند هذا الحد، لكنهم يكابدون الحرمان ويواجهون متاعب قاسية في الحصول على أبسط الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء. لا رواتب لا للنساء ولا للرجال ولا شغل ولا أمل.
عاطلين باطلين، عيالنا في المدارس ما سجلهم، غصبة اليوم غصبة ما سجلهم. بناتنا في المدارس ما سجلهم. ليش؟ احنا ما احنا كل احنا عيال اليمن؟ احنا خمادة جو، خمادة نحن السيول والجو والبرد. كل يوم احنا هرابة من السيول. لا محالة بيوت، لا أكل، لا فلوس ولا معانشين. جلتنا مأذبين مشأتتين وحرم بهذلين. وحنا نازحين من الحرب. حقوق الإنسان أن يعطلنا احنا مواد، يعطلنا احنا خيام، يعطل يا بلنا أرضية، لأن هذه الأرضية كلها تجي المجارق فوق مساني على أولادنا. برنامج الغذاء العالمي ورغم الظروف المعيشية المزرية التي يمر بها هؤلاء النازحون الذين شردتهم الحرب من مناطقهم، يواجهون التهميش والحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والمنظمات المختصة، في ظل الاستحواذ عليها وتوزيعها وفق الولاء والانتماء الحزبي والمحسوبية دون النظر إلى معايير الاستحقاق الإنسانية. نحن نازحين هنا في مديرية بيحان من ميليشيات الحوثي، ونعاني من المادة المعيشية والظروف الصعبة. حتى من المنظمة لم يعطونا شيئا من الدقيق ولا من الفلوس الذي سجلوها في الكمبيوترات، ولم يعطونا شيء. أدوها للتجار والمساكن والنازحين، ما أعطوهم شيئا. الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون في بيحان ما هي إلا صورة مصغرة عن واقع مؤلم يعيشه النازحون بشكل عام في مديريات ومدن محافظة شبوة، بسبب عدم وجود مخيمات إيوائية لاحتضان ورعاية هؤلاء الأطفال والنساء والعجزة الذين قذفت بهم ظروف الحرب إلى حياة التشرد والنزوح ومتاعبها المتعددة. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة. كما يشكو المواطنون في محافظة عدن الساحلية من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، رغم أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنها كواجبات، بل كواجبات أساسية في حياتهم اليومية، فيما عزا صياطون ذلك لارتفاع أسعار البنزين التي تعتمد عليه محركات قوارب الصيد، وإلى تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. يبدو أن مائدة الأسرة العدنية باتت مهددة بالاختفاء والتلاشي للأسماك بمختلف أنواعها، والتي تعد وجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بشكل يومي نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وغير مسبوق، رغم أن محافظة عدن الساحلية تزخر بخيرات كبيرة منها، ولم يعد يسعف الكثير من الأهالي الاستمرار في شرائها كالمعتاد، خصوصا الأسر متوسطة الدخل الذين يلجأ الكثير منهم بما يعرف في عدن باسم صانونة الهواء، وهو التعبير الساخر المنتشر لوصف وجبة الغداء الخالية من السمك. بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الأسماك فهذا انعكاس واضح للحالة الاقتصادية اليمنية التي الآن تمثلت بتدهور العملة الوطنية وانخفاض دخل الفرد. نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر فيها البلاد، فنحن نواجه صعوبة كثيرة وغلاء شديد في الأسماك، والذي تعتبر يعني بمحافظة عدن أن تكون من الأشياء الرئيسية بسبب تواجدها وتوفرها بكمية كبيرة. وبلا هوادة ترتفع أسعار الأسماك في السوق في عدن أسبوعيا حتى بلغت الذروة خلال الأشهر الأخيرة، دون وضع حد للسوق العشوائي للأسماك، حيث وصل سعر كيلو الثمد إلى 4000 ريال، والديرك ب7000 ريال، والبياض ب5000 ريال، والعنبرية ب4000 ريال، والحوت القد ب2500 ريال. الحين تصبح كل شيء غلا، والبترول ما فيش، 3 أيام من 4 أيام. الكيلو التمر 3000. وعلى الرغم من كون الأسماك لا تتأثر كثيرا بأسعار العملات الأجنبية باعتبارها من الموارد الطبيعية، إلا أن تدهور صرف الريال وارتفاع أسعار الوقود المحرك لقوارب الصيد وتكاليف النقل والحفظ والثلج في ظل انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الرقابة أثرت جميعها بشكل سلبي على ارتفاع أسعارها. الآن الأسماك طلعت الأسعار حقها، لأن أصبحت الفلوس حقها ما لهاش قيمة. أول كنا نبيع ب100، 98 ألف ما شاء الله لها قيمة، نأكل ونشرب بترور ونلاقي من نبيس كثير، لكن الآن لو نبيع ب200 ألف ما نلاقي من نبيس كثير زي ما أول.
الصيد ارتفع لعونة البترول. نحن صراحة نعاني من البترول، البترول دبا كان أول من 2005 من 3000 مع السليط حقه، دحين دبا ب 12000. نروح نجيب صيد، الحين نجيب فارغين. الآن كصياد أطلع على البحر أروح أجيب بيع 50-60 أموال، كان في ذاك الزمان يعني 50000 أبيع بترول ب 10000 ل 15000. ناشطون طالبوا المواطنين القيام بحملة شعبية لمقاطعة شراء الأسماك بشكل عام في عدن وضواحيها لمدة أسبوعين، بهدف إرضاخ ما وصفهم بما في السمك لدفع من تخفيض أسعارها، مطالبين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الصيادين والمواطنين على حد سواء. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة عدن الصحفي والمحلل السياسي أحمد ماهر. أحمد مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ وبكافة مشاهدين القناة. مرحبا بك. يعني منطقة ساحلية تسخر بالكثير من الثروات السمكية، تشكو من ارتفاع أيضا الأسماك في هذه المحافظة، إلى ماذا ترجح أنت الأسباب؟ وأيضا أطلعنا على معاناة المواطنين في عدن جراء الأزمات المتتالية. أولا ارتفاع الأسعار، هي ارتفاع أسعار لكافة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في كافة المجالات في عدن، وهذا يعود أولا إلى ارتفاع العملة، وثانيا إلى جشع التجار والمسؤولين عن هذه التجارات، وثالثا وأهم شيء منهما هو غياب الدور الرقابي الحكومي على هؤلاء التجار أو هؤلاء أصحاب السيارات البسيطة الذي يستخدمها المواطن العادي. الدور الرقابي لأنه غائب، لا يتابع هؤلاء العاملين أو التجار أو الجهات التي يستخدمها المواطنين يوميا، تسبب بارتفاع هذه الأسعار. وأيضا هناك الأزمات المفتعلة من أزمات في البترول وأزمات في الديزل، رغم أن الارتفاع لابد أن يكون بشكل يعني محدود ولا يكون بهذا الشكل الجنوني، يعني بشكل مبرر. بالنسبة للأزمات المشتقات النفطية، ما هي الأسباب أيضا، ماذا بشأنها؟ سوء إدارة في إدارة مكتب النفط في عدن أو في الشركة اليمنية لا تواكب الأحداث والمستجدات التي تحدث، وهذا سبب في انقطاع في مدد الديزل والبترول. وأيضا كان على الحكومة أن تقف مع الصيادين وتأخذ لهم بعض القوارب حتى يستطيعوا أن يذهبوا للصياد وحتى ينقص قيمة السمك في عدن. مثل هناك حلول مثل هذه حصلت في شبوة وحصلت في المهرة، والآن نتمنى أن تحدث في عدن. عدن تحتاج إلى لفتة من الحكومة الشرعية ومن القيادة الحكومية المختصة في إخفاض الأسعار كافة، وأهمها السمك، لأن المواطن العدني البسيط يتعامل ويشتري السمك يوميا وينصدم بالأسعار الموجودة حاليا، أسعار جنونية جدا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي أحمد ماهر، شكرا جزيلا لك. قال فهد الكافيين وزير الثروة السمكية في الحكومة إن أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سوق قطرة. وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر أن تلك السفن تقوم بصيد غير مشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة تمارسها إيران في المياه اليمنية وتقوم من خلالها بأعمالها التخريبية في اليمن. واعتبر أن سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية يعد انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها. حضرت ألمانيا بيع محركات طائرات مسيرة لإيران بعد تأكد تزويد الحرس الثوري للميليشيات الحوثية بهذه الطائرات لمواصلة حربهم العبثية في اليمن للعام السادس على التوالي.
يبدو أن التدخل الإيراني في المنطقة وتزويد الحوثيين بالسلاح سيتسبب في قطع علاقات اقتصادية مع ظهران، خصوصا أن الحكومة الألمانية حظرت مؤخرا بيع محركات الطائرات لإيران في ظل استخدام ميليشيات الحوثي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في شن هجمات داخل اليمن ودول الجوار. إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية من الولايات المتحدة ذكرت في تقرير لها أن قرار برلين جاء بعد استخدام شحنة من المحركات الألمانية لصنع طائرات مسيرة استخدمها الحوثيون لشن هجمات على أراضي السعودية. وأشار التقرير بأن الاستخبارات الألمانية توصلت إلى أن شحنة تتكون من 42 محركا تم إرسالها من برلين إلى طهران في عام 2015 تستخدم في طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين. وشحنت المحركات الألمانية على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية للعاصمة الإيرانية، ثم نقلت منها سرا إلى اليمن حيث تم تجميع الطائرات المسيرة باستخدام تكنولوجيا إيرانية بحسب التقرير. وتستخدم ميليشيات الحوثي طائرات مسيرة تعمل بمحركات ألمانية الصنع تمكنها من المناورة أثناء تحليقها في الجو، فيما كانت إيران قد زودت الحوثيين بالأسلحة والأموال قبل أن ترسل لهم منذ عامين طائرات مسيرة قادرة على حمل قنابل بوزن 18 كيلوغرام وتحلق حتى مدى 1500 كيلومتر. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل 3 حالات إصابة جديدة و11 حالة شفاء جميعها في حضرموت، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 2034 بينها 587 حالة وفاة و1286 حالة تعافي. عالميا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة 34 مليون شخص في وقت تشهد عدد من دول العالم تفشي موجة جديدة من هذا الوباء. وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 بلغ أكثر من 34 مليونا و200 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 1,019,000 شخص، وتجاوز من تم شفاؤهم من المرض أكثر من 25 مليونا و457 ألف شخص. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل في صدارة الدول الأكثر تضررا من هذه الجائحة. قال صندوق الثروة السيادي الروسي إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من اللقاحات المحتملة لمرض كوفيد 19 إلى مصر، وذلك عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر. وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح سبوتنيك في الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند، حيث وقع أيضا أن تجرب سريرية لمثل هذا اللقاح. وعدت منظمة الصحة العالمية الدول الفقيرة بتمكينها من 120 مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا شرط توفر التمويل اللازم. وستحتاج المنظمة إلى 600 مليون دولار للإيفاء بوعدها، علما أن كلفة الاختبار الواحد تبلغ 5 دولارات وقد تنخفض مع زيادة الإنتاج، في حين أن الصندوق العالمي تعهد تقديم 50 مليون ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تجرى في الدول الغنية ب 292 اختبار في المتوسط لكل 100 ألف نسمة.
تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. القوات المشتركة تدك مرابض مدفعية حوثية بدريمي، والميليشيات تواصل قصف المدنيين في حيس. العميد الرعي يؤكد أن اتفاق ستوكهولم طعنة للمقاومة الوطنية استغلته الميليشيات لترتيب صفوفها وارتكاب الجرائم. تواصل الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر و 14 من أكتوبر في الساحل الغربي. ختام تقبل خاص تحياتي أنا جمال السودي وفريق العمل للقاء.